لذلك الناس في النعمة على أربعة أقسام: الذين لا يعرفونها بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكرها أبدا لله ما دام أحدهم آمنا بسربه معافا بجسمه، لا يشكو سرطانا في كبده ولا شللا في جوارحه ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا عما ولا صمما، لا يحس بهذه النعمة، فهذا لا يمكن أن يشكرها. إذا طلعت نتيجة فحصه وأخبره الطبيب بتشخيص مرضه فحينئذ حظه الندم وحيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهؤلاء مصيرهم أيضا كذلك، لأنهم أنكروا نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. القسم الثالث يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، عن المنعم. إيه نعم، فهم يهدبونها ويتصرفون فيها فينشغلون بها عن شكرها. ولذلك أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والغافلون جعلهم الله مقتدين بالمخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صاحب الجنتين، الفرق بينه وبين صاحبه أنه هو فتن عائدا بالله، فما آتاه الله لم يبارك له فيه ونزع منه البركة فجعله وبالا عليه حتى تضرر به إيمانه وهو أشرف ما لديه وأغلى ما عنده. فلذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه فتنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستهدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فلذلك قال له صاحبه: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن ذكرنا الآن القسم الثالث الذين ينشغلون بالنعمة عن شكرها. القسم الرابع هم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها، بل يصرفونها في مرضات من أسداها، وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور.